صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قد الجهاد الأصغر وبقي عليهم الأكبر. فقيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. إذن يا إخوة هناك نوعان من الجهاد، الجهاد الأول الجهاد الأصغر وهو القتال المسلح لإعلاء كلمة الإسلام، القتال لإقامة شعائر الإيمان، القتال من أجل تطبيق الشريعة.